السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو الشيخ. السلام عليكم للا ربيعة. كده لبس عليك الشيخ. الله يبارك فيك للا. أول مرة نهضر معك الشيخ راني نرجع بحال جاني بحال اكتئاب ولا بحال قلبي كيضرب. الله يحفظك للا، داك غير انت فيك الحياء وفيك الايمان والحياء كيحدث هذه الاحداث هذه للا. الله يجازيك بخير الشيخ، دعي معايا الله يرحم الوالدين. دابا 13 عام ديال الزواج وما جابش الله الوليدات. الله اكبر، لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يفرج عليك للا ربيعه، الله يفرج عليك للا ربيعه. وللا ربيعه بغينا نستافدوا منك للا، ها 13 سنه كيفاش دوزتيها؟ اشنو هما الاجراءات اللي قمتي بها باش تقدري تحصلي على الحمل؟ طب زعما درت المجهود ديالي بزاف، مشيت للطب تقريبا خداو مني قيمه الدار ولا جوج ديور. لا اله الا الله. والو عييت في العشوب، عييت اللي قالوها لي الناس كنديرها صافي جلست. وقبيله ملي نسلط داك البرنامج بقيت نبكي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولالا ربيعه دابا انت والزوج ديالك الحمد لله العلاقه العاطفيه ديالكم مستمره، فرحانين سعداء؟ الحمد لله الحمد لله. كيقول لك انا ما عندي ما ندير، غير انا شويه كنتعصب كنقول له لا، كيقول لك هادشي ديال الله. ونعم بالله ونعم بالله. انت ربيعه لا اله الا الله، الله يكمل لك الرجاء. لا. امين. شو دعي معايا الله يجازيك بخير، دعي مع واحد اختي حتى هي باقي بلا زواج، الوالدين ماتوا وبقات عامها الخوت. لا اله الا الله، الله يكمل لها الرجاء. خويا حتى هي مسكينه، حتى يهضروا الناس وما تيجيوش. لا حول ولا قوة الا بالله، يكمل لها الرجاء يا ربي يا كريم. الله يكمل لها الرجاء يا ربي يا كريم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسال الله الكريم للا ربيعة ان يكرمك في القريب العاجل، الله يكرمك في القريب العاجل يا رحمن يا رحيم. اختنا ربيعة درتي الاسباب، دقيتي الابواب، ولكن الرزق على الله جل جلاله. اللي غنطلب منك للا ربيعة قبل ما نقول لك غديري قيام الليل، وقبل ما نقول لك انك خصك تصلي وتذكري الله تعالى كثيرا، غنطلب منك يا ربيعه هو تقوي الايمان ديالك بالله، غتعلمي بان الله عز وجل هو المعطي هو المانع. الانجاب كما ذكرنا في اول الحلقه، ماذا قال ربنا عز وجل؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذه الآية العظيمة ربنا عز وجل يحدد فيها شأن الذرية، شأن الذرية أنهم يخلق ما يشاء. سمى نفسه الوهاب، يهب، يهب بمعنى يعطي بلا أسباب، يهب لمن يشاء إناثا، بعض الناس كيعطون فقط غير الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، بعض الناس كيعطون فقط غير الذكور، والبعض الآخر يزوجهم ذكرانا وإناثا، والبعض الآخر كيجعل الله عقيم إنه عليم قدير. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالإناث هما الأولين، علاش؟ لأنهم مباركات. المرأة ملي كيبكر بها الرجل، الفتاة الصغيرة كتكون مباركة، كتجيب الرزق ديالها وكتجيب بالكرامة ديالها. عاد تكلم على الذكور عاد يجمعهم بجوج. حتى الأنبياء والمرسلين عندهم نفس القسمة. مثلا هناك أنبياء أعطاهم الله غير الإناث، بحال سيدنا شعيب أعطاه الله غير البنات، وسيدنا لوط حتى هو أعطاه الله غير البنات. هادو أنبياء عمرهم ما ولدوا الذكور. وكاين بعض الأنبياء أعطاهم الله غير الذكور، منهم مثلا سيدنا ابراهيم الخليل اللي حتى كبر فات 90 عام عاد عطاه الله تعالى ذكرين. وطبعا دوك الذكرين ماشي بحال الناس كلهم، ذكرين املحين، ذكرين جعلهم الله نبيين، باش يعطيك الله تعالى ذكر نبي ويزيدك ذكر اخر نافله حتى هو نبي، شيء عظيم.
علاش عطى ربي عز وجل سيدنا ابراهيم ذكرين صالحين؟ لانه كان كيدعو كثير. ولماذا جعلهم نبيين؟ لانه كان يكثر من الحمد كثير. كان يقول في كل صلاة: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. دائما سيدنا إبراهيم الخليل يقول: يا ربي الحمد لك، الحمد لك يا الله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذا طال غير الذكور فقط. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. شكون؟ قالوا بعض الأنبياء عطاهم الله الذكور والإناث، منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي أعطاه الله تعالى 4 من البنات و3 من الذكور. أعطاه أم كلثوم، وأعطاه رقية، وأعطاه زينب وفاطمة، وأعطاه 3 من الذكور: عبد الله والقاسم وإبراهيم. وشاءت قدرة الله تعالى أن يقبض أرواحهم جميعا. فربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه، قادر سبحانه. لأن قل لك لالا ربيعة، أول حاجة كنبدو بها هي أنني أوقن بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي يهب. الخلق خلق الله، والأطباء والفقهاء والصالح هذا غير أسباب، لكن العطاء الحقيقي من الله سبحانه وتعالى، الذي يقول في كتابه العزيز: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فماء الرجل ذلك الماء سمى ربي عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا استفهام إنكاري كبير. الله عز وجل يخلق من ماء الرجل وماء المرأة ذرية طيبة، وأكثر من ذلك يصور. ألم يقل سبحانه وتعالى واسمه المصور: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أسمائه المصور، من أسمائه الخالق، من أسمائه الوهاب. فأطلب منك أختي ربيعة أنك تعتقدين بأن حتى واحد ما ينفعني، لا طبيب ولا معالج ولا راقم ولا أي شيء. درت الأسباب يكفيني، دقيت عند مشيت عند الأطباء، نزلت الملفات. لا بد من اتخاذ الأسباب أولا. درت الأسباب اللي عليا، الآن أقطع الأسباب وأتجه مباشرة إلى رب الأسباب. غنطلب منك لالا ربيعة دائما تبقي تردي هذه الكلمات: يا خالق، يا مصور، يا وهاب. يا خالق، يا مصور، يا وهاب. دائما تناجينا ربنا عز وجل، ويكون عندك يقين بأنه سوف يعطيك، يقين قد يعطيك، وسوف ترين عجائب قدرة الله. أفضل وقت ممكن أناجي فيه ربي لما ما يسمى بوقت الغفلة. وقت الغفلة ما هو؟ هو ديك 3 صباح 4 صباح، هذيك الساعة كتسمى وقت الغفلة. الناس غافلون، اللي ناعس راه ناعس، واللي في شي حاجة راه فيها، ولكن قليل من المناجين، قليل من الذاكرين، قليل من الداعين. ديك اللحظة وقت الغفلة بيتك لالا ربيعة تفيقي، جربيها من هذه الليلة. توضاي وصلي ركعتين وفي خشوع شديد وطمع كبير قولي: يا الله يا الله يا الله، وسوف ترين عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى بالذرية الطيبة والمباركة. لالا ربيعة الأسباب كثيرة، ولكن لما عرفتي ما تديري غنوصيك بحاجة وحدة، حاجة وحدة شديها في اللسان ديالك، وهي الصلاة على النبي. حاجة وحدة أعظم ما كاين في الوجود، حتى ربنا عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي على النبي وتمني على الله الأماني، سهلة مهلة. أبسط شيء، هو اللي بغى شي حاجة، بغى أولاد، بغى زواج، بغى مال، بغى إنصاف، بغى أي حاجة، يتمنى على الله الأماني ثم يصلي على النبي. أش يوقع؟ الشفاعة. سيدنا النبي يشفع لنا في الدار الآخرة، والصلاة عليه في الدنيا تشفع لنا في هذه الحياة، تشفع لك. الأبواب المغلقة تفتح. فأسأل الله الكريم
السادة المستمعين الله يجزيكم بخير، أختنا ربيعة من خريبكة 13 سنة وهي متزوجة وتنتظر الأولاد. كيف سمعتوا حتى هي أموال طائلة أنفقتها وأسباب كثيرة قامت بها ولم ترزق. لعل هاد الساعة المباركة بغاها ربي عز وجل. السادة المستمعين الآن هما بالآلاف المؤلفة، المؤمنون الصالحون الصابرون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا قالوا آمين لا شك أنكم ستشفعون لأختنا ربيعة في هذه الليلة، ويغنيها الحق سبحانه وتعالى عن اتخاذ الأسباب، ويفرح قلبها كما أفرح قلوبنا جميعا. احنا ربي عطانا الوليدات بلا تعب بلا مشقة بلا دعاء، غير تزوجنا وربي نعطانا ابتداء تفضلا وإكراما وإنعاما. كيف فرحنا ربي جميعا، نطلب ربي يفرح لنا ربيعة وجميع من هو في هذه الوضعية تعذر عليه الإنجاب. فاللهم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ونسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب، اللهم أنعم على أختنا ربيعة وزوجها، اللهم ارزقهم ذرية طيبة، اللهم بشرها بحمل قريب، اللهم ارزقها ذرية صالحة، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم صور في بطنها جنينا مباركا واجعله سالما في سمعه وبصره وعقله وفؤاده، واجعله يا ربنا فأل خير عليها، وأسعد قلبها وزوجها بذرية طيبة بلا أسباب. يا ربنا بلا أسباب، فأنت خالق الأسباب وخالق العلل، وأنت على كل شيء قدير، وأمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. وأنصحك يا أختي الفاضلة، صلي على النبي وعلموا أطفالنا الصغار الصلاة على النبي، وسوف نرى عجائب قدرة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.